الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا تقبل منا كرمنا واغفر لنا ذنوبنا كرمنا وما تعذبنا الآخرة إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للأحياء منهم والأموات. سبحانك الله وأبك الخير وأبك البركة وباب السلام وباب الصحة وباب العافية وباب الهداية وباب الرزق وباب الجنة. اللهم آمنا من كل بلاء الدنيا وزاد الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة. اللهم لا تكلنا برحمتك يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرى الكرمين كما يسجدون السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم الاربعاء بابا سجدنا جماعه جماعه الدين الله. ini kami dari pengurus suara mengundang saudara sekalian dari hadir nanti malam selepas dalam nanti kita akan bersuarah tentang kepengurusan DKI Masjid Suradwa. Di mana selama ini kepengurusannya masih dari yang lama, baru untuk menjalannya tinggal 1 bulan. Di malam mengharapkan datang Bapak bicara untuk bersama-sama kita kepengurusan DKI yang baru di Masjid Suradwa ini. Yang nanti dengan keputusan yang baru masih kita ini lebih mampu lagi, walaupun kita merasa sekarang tidak banyak berubah dari yang lama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.